وكاين عاوتاني اللي كيشوف كاميرا حتى هو كيغلي باش يطلع السوق. الله يهديهم هاد الناس، الله يحاسب كل واحد على قتليش، حيت راه كاين اللي كياخذ حوالي 100 كيف ما قلنا قبيله. شوف خديتو 120 وانا باغي فيه 130، زعما هذيك اللعيبه انا باغي نبيعها 500 درهم، هو واخذوها ب 100. راه هادو هما اللي ما بغيناش. راه هادي هي المغالطات ديال اليوتيوبرات اللي كيوصلوا الناس. فين عشير؟ بخير ياسين خويا، لاحظت خويا، لاحظت خويا ياسين. اصغر شناق، اصغر شناق. بيع وشري، بيع وشري. الكلمه ديال شناق راه عندهم خايبه معيوره. علاش خايب؟ ها؟ ما عرفت ليهم ولاو يعاونونا بهاد الكلمه. هي اصلا كتجينا حنا في شكل بحال قلت شي واحد شنق عليك. اه ويبيع لك صح. دابا بحال كنقول لهم انا 1.2 مليون في هذا، كيقول لك موطور اي حاجه كتجي على بالهم، فهمتي؟ دابا انا هذا خلاص 135. انت بشحال بغيتي تبيع؟ 140. عطاونا 140، 5000 ريال. علاش ما بغيتيش تبيع 140؟ 5000 فيها الصيد وفيها كل شيء، راك عارف انت. 140 مزيانه، 5000 شكون بحال؟ فيها الصيد وفيها 1000 وكل شيء، راك عارف. شحال هو باقي عندك هذا الحب؟ دابا 3000 من نهار الحد ديال البروج. بحال ولا عليا 137. اه طلع 137 بحال ولا عليا. بحال صير شي عليه، صيرت لي 3000 ريال بين ماكله والصيد وكلشي. شحال شحال كتخسر عليه في ها؟ ولا صنت 300 مركوب عندنا ب 300، راه عرفتها. عطونا دابا 100 درهم ما قنعتنيش فيه. وتسخسيخ. قلت لهم عطوني 500 درهم. وتسخسيخ. وتسخسيخ. ضروريك عرفتها. وانت راه السوق طلعت هو هذا العام بزاف. السوق طلعوا الكساب وما يلعب. علاش الكساب طلع السوق؟ الكساب كيشري العلف غالي. ولا مطلع الثمن، ولا مطلع الثمن، كيسمع الثمن حتى هو كيجي باغي يشد المليون ومليون. كيسمع الشناق شحال باغي يبيع، حتى هو ولا زاد على الشناق والشناق زاد علينا حنا. وما يلعب حتى زاد في العلف. دابا الكساب شاف الشناق كيبيع بالثمن، اه وتا هو ولا كيبيع بالثمن، والشناق حتى هو ولا باغي يربح حتى هو زاد الثمن، يعني تحاول يطلع بزاف. دابا انا بحال عدني بحال عطوني هنا بحال 135 ولا عليا 137، قطعته ب 500 درهم. 500 درهم خديتي مع الكساب؟ خديتو مع الكساب نهار الحد. نهار الحد خدتو تا الصباح، اللي كاين اللي عادو الزهر كاين اللي ما عادوش الزهر، فهمتي؟ اللي كاين اللي ياخذ في اللي كاين اللي ياخذ تا الصباح. عدي هذوك ثلاثة خدتهم 140 مشا خدتهم، تعال عديهم. هذا خدتهم 140، خدتهم مع السبعة ديال الصباح. مع السبعة ديال الصباح. مع السبعة ديال الصباح. ومزيان الواحد شاد دابا كيقول لنا الصراحة، الصراحة راحة. الصراحة راحة كتوما. تخلي بنادم مرتاح. ديما المليح، حنا المليح ومربين على المليح ومربين على الحلال. وشوف هو باش نجيك من الآخر. إيه. حنا فاش كنقولوا تبارك الله اللهم بارك كنعنيو بها واحد الحولي راه مليح. كاين شي واحد ما كنعنيوش بها على الثمن. كاين شي واحد كيعطي حب للحولي، فهمتي؟ فهمت. كاين اللي كنعنيوش بها على الثمن فاش كنقول تبارك الله حولي مليح، ما كنقولش لك باللي الثمن ديالو مزيان، فهمتي؟ دابا كاين اللي كيعشق البهيمه كيسول في الثمن اللي هو عاد الفلوس باغي اي حاجه يديها، فهمتي؟ المواطن عاوتاني راه ماشي بجهدو حتى للدرجه عاوتاني باش ياخذ حول 140. دابا ثلاثه تخافين ديتهم 140 سنه الحليب. ودابا لاحظت واحد قداش وباقي سنه الفلوس. لاحظت واحد القضيه باش كدوي معايا فيها، الحولي الصغير رقيق ولا غالي اصاحبي. فيه الثمن الخوف صغير. ولا فيه الثمن كثر من الكبير، تزيد 1000 درهم تاخذ واحد كبر منه. تزيد دابا بحال هذا 140 بحال ديتو. ديما واحد صغير منه ب 90. اه صغير منه ب 90 ولكن خاصك تزيد. صغير عليه بزاف. صغير عليه بزاف، دابا خوف صغير ولا فيه الثمن. تبارك الله نعجت هي فيها الثمن. اللهم بارك. والنعجه جينا شوف ما خصهاش تتباع. النعجه ما خصهاش تتباع. ماشي ديال دابا علاش فين غليت؟ حيت الحاويه ولات كتذبح البهيمه. والنعجه قلالت. والنعجه قلالت، النعجه شافها كتذبح خاصهم ما يبقاوش يذبحوا الحاويه اللي بغاو البهيمه تطيح. راه اخوان انا كندوي بصح النعجه قلالت ما خصهاش تبقى تتباع. خاص النعجه ما تبقاش تتباع والحاويه ما تبقاش تتباع. على ديك الشيء غلات. بحال الحاويه دابا عندها شهرين 3 شهور كيجيبها السوق كيديها للقزير كيذبحها. اش عاد هو المذبح خاصها تخليها تولد. دابا الكزاف تا هو ولا كيذبح الحولية حيت رخيصة. والمواطن والمواطن فاش كيمشي ياخذ الحولية من عند الكزاف. دابا الحولية كيعرفش حولية ولا حول. اسمعني دابا الحولية ما خاصهاش تبقى تذبح. دابا غيتو البهيم طيح باش يبقى يولي الدرويش تا هو يعيد. خاص الحولية ما تبقاش تذبح. باش تكتب السلالة. باش تكتب السلالة. اش بيع الحولية راه من هنا عامين ما تخسر ديا. والعام الجاي البهيم غتكون قليلة بزاف. لا تباعت الحولية بزاف. كلمة أخيرة اللي تنصحهم بها شناهي؟ أه؟ كلمة أخيرة تنصح بها المواطن اللي باغي يتقدم. دابا باش نكون فاهمين، دابا اللي كيدخل كيبان لي الحولي غير اللي كياخذ حولية وكيخرج. مواطن ما قليل. مواطن قليل وكلشي غيعيد ماشي كاين. ولكن دابا الناس خايفة من الصوت. دابا أنا ما كاش دابا أنا ما كاش هاد البهايم الطيب باش ناخذها أنا رخيصة باش نبيعها على 100 درهم 3000. دابا يعطيني فيها 4000 الله يربح. فهمتي؟ 3000 الله يربح. اوكي دابا هذا السيد مشي عليه دابا ماشي دابا انا ما مصير عليه وديته مع السبعه ديال الصباح هذا اليوم ديته اليوم ماشي بحال الاخر ماشي بحال الاخر دابا انا ديته 140000 عطيوني 3000 يلاه دابا المواطن
ماشي انا يجي للسوق علاش؟ شبان لي الثمن غالي. لا ما بغيتش كلشي يعيد ماشي انا نعيد. كاين اللي مسكين راه كاين كيعيد 2000 دابا ما كانش كيلقى باش يعيد بها. داكشي اللي كاين. دابا حاول يدير 2000 دابا ما كاينش. هو باغا تعيد غتعيد تجي واحد ب 2000 دابا ولكن انا ما كاينش راه ماشي حولي. رقيق. رقيق. دي بواف واحد خمسة طواجن مشى. اه. دابا انا ما كانش باغي نطيح باش نديها انا ونبيع الواحد. باش انا نبيع دابا فيها 100 درهم 100 درهم دابا يعطيني انا فيها 100 درهم 3000 ودابا نقول لك انا كوك تبيع وشري حولي رخيص دي فيه 100 درهم 100 درهم دي واحد ثلاثة الحوالة 300 درهم في النار عندي فيها بباع انا ما جينا ندخل ناخذ 100 درهم دي حالة طيبا ماشي انا باغي ناخذ بالقد والقد نقول لهم باغي القد والقد ماشي انا باغي نتغنى فهمتي لا ولكن كاين اللي كيقول لك مثلا خديتها ب 120 وخداها ب 90 وتيقول لك خديته ب 120 وباغي فيه 130 كاين اللي كيقول لك كيكذب فيها كيقول لك انا خديته ب 90 ياك كيقول لك انا خديته مثلا 120 هو خداها بشي 100 باش تعطيه 130 السناقه اسمح لي هذه كلمه السناقه مصطنعه فهمتيني كلمه السناقه مصطنعه السناق مسكين هذه حرفه ديالو هذه المهنه ديالو اي حلال عليه يدي 100 درهم ماشي 1000 درهم شكون ما كايناش 1000 درهم كان يصورها درهم كره راكب على كره جاي حاطينها كره كتصور انا هذا وغادي كتصور 1000 درهم كلشي هذه مو دابا كلمه السناقه مصطنعه باش ندخلها لك في راسك لا هضره مصطنعه دابا شوف ديال الواقع شوف. وانت عشتي مع الناس هنا الواقع راه كاملين كيحبوا الناس كاملين باغيين الناس انت كدوز كيقول خويا مرحبا خود مرحبا تعال وكيلقى يقول لك الواقع وكيقول لك شكون مولاه من عند من خديته فهمت حيت دابا كاين اللي كياخذ حوالي 100 كيف ما قلنا قبيله تقول خديته 120 وانا باغي فيه 130 زعما هذيك اللعيبه انا باغي نبيعها 500 درهم هو واخذوها ب 100 راه هادو هما اللي ما بغيناش هذه هي المغالطات ديال اليوتيوبرات اللي كيوصلوا الناس فهمتي لا ولكن كاين يوتيوبر كيجي كيصور الحولي بشحال ما قلتي لي كيصور دابا كتوصل هذه المعلومه فهمتي دابا الناس ديال المدينه ما فاهمينش هما هذا الشيء دابا كيوصل لي كتوصل لي هذه المعلومه كيوصل لي هذا كيسميه كذاب هو اصلا جايب نيته ما كايناش معاه دابا انا اللي شحال داير صغير شحال داير في الثمن عاد غنهضروا وانت الصغير طالع في الثمن طالع في الثمن دابا من دابا ما كيشريو 60 و70 من دابا باقي صغير والعام الجاي شحال باغي يقول لك غيقول لك 80 لا يعقل هو غياكل 10000 غياكل 20000 وانا حللت واحد السيد كسر خدا حولي صغير هو ب 80 مرحبا وشي واحد المجهود اللي كديروا انتم الله يسهل عليكم به ومرحبا بكم هو الانسان يوصلوا معلومه اللي هي صحيحه للانسان خير راه موجود ما يخلعوش لا شوف حنا راه كنصور شوف باش يكون حنا كنصور داك الشيء اللي كاين المغرب شوف فهمتي انا كنجي مثلا سولت قلت لي 120 ما نقولش قول لي 130 دابا انا ما قلتش 120 انا فيدي 120 ماشي انا جيت صورت لك حولي قلت لك فيه 130 راه انت فهم قلت لي 120 فهمتي دابا انا ما كانش ندي ب 70 ما كانش ندي ب 70 وكاين عاوتاني اللي كيشوف كاميرا تا هو كيغلي باش يطلع الصوت الله يهديهم هاد الناس هاد الله يحاسب كل واحد على قد نيته حيت كاين اللي كيشوف كاميرا تا هو تيبدا يقول لك 120 هو كان طالب فيها 110 باش السوق يطلع فهمتي مو ولادك اللي عنده الوليدات وتابعين وكيقول لي بابا شري لنا الحولي هو ما عندوش باش يشري فهمتي كيفاش تا هو يخمو لي ما الخير راه موجود اصاحبي الخير راه والله تا كاين الفائض راه كاين مسكين دابا غيتقاتل باش يشري حولي زوين في الاخر ما صافا شي بلا هادشي اللي مستوردينه كاين الخير موجود الحمد لله خير كافي وغيشيط الخير وكونوا على يقين الحوي غيطيح الثمن حيتاش المواطن ماشي في جهده باش ياخذ حولي يطيح ما كايناش بنادم يتحزم يشري فهمتي وكل كيشري على قدو كل يقلب على راسه كيقلب على راسه يشري على قدو ما يمكنش يشري اكثر من الطاقه ديالك دير راه يسر ماشي عسر فهمتي دير راه ميسر لك الله سبحانه وتعالى سير على قدك